مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب صف ثامن، مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية في مجال السيرة والبحوث الإسلامية. نتكلم إن شاء الله عن درس اليوم فتح مكة، وكان في السنة 8 من الهجرة. هذا هو المجال الخامس من مجال السيرة والبحوث الإسلامية، وعنوان درس اليوم فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. نبدأ بأهداف الدرس العامة، نتكلم فيها إن شاء الله عن نقد قريش لشروط صلح الحديبية، سبب فتح مكة، أحداث فتح مكة، نتائج فتح مكة، الدروس المستفادة من فتح مكة. هذه هي الأهداف الإجمالية للدرس. نتكلم إن شاء الله فيها عن نقد قريش لشروط صلح الحديبية، سبب فتح مكة، أحداث فتح مكة، نتائج فتح مكة، الدروس المستفادة من فتح مكة. هذه هي أهداف نحققها إن شاء الله على 3 دروس. افتح مع الكتاب صفحة 146. معنا تهيئة الكتاب. رتب مواقف النبي صلى الله عليه وسلم الجهادية حسب زمن الحدوث. هذه أحداث أو معارك أو غزوات قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. نرتب هذه الأحداث: أحد، صلح الحديبية، بدر، فتح مكة، الخندق. فكتب لي 2 هجرية، 3 هجرية، 5 هجرية، 6 هجرية، 8 هجرية. 2 هجرية ديت هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وأول معركة، فما اسمها؟ سمعت طالب يقول هي غزوة بدر، أحسنت. وثلاثة هجرية السنة يعني التالية كانت غزوة أحد، أحسنت. أما السنة الخامسة من الهجرة وهي غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وأما في السنة السادسة من الهجرة هي كان صلح الحديبية، وأما في السنة 8 من الهجرة كان فتح مكة، وهو درس اليوم. نذكر أهداف حصة اليوم: أن يذكر الطالب شروط صلح الحديبية، أن يوضح الطالب سبب فتح مكة، أن يبين الطالب ندم قريش على نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الهدف الأول، أن يذكر الطالب شروط صلح الحديبية. من يذكرنا أبناء الطلاب بشروط صلح الحديبية؟ في العام 6 من الهجرة وقع المسلمون والمشركون صلح الحديبية، وكان ذلك الصلح اعترافا صريحا من المشركين على أن المسلمين أصبحوا قوة لا يستهان بها. فمن هذه الشروط، بالرجوع إلى كتب السيرة النبوية، نستخرج بعض شروط صلح الحديبية وهي 10 شروط، ولكننا أخذنا منها جزء يسير. الشرط الأول: أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة عامه هذا فلا يدخلها، أي لا يحج النبي ولا يدخل مكة في هذا العام. الأمر الثاني أنه لا إسلال، أي لا سرقة ولا إغلال، أي لا خيانة. الأمر الثالث: وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أن تقف الحرب بين المسلمين والمشركين 10 سنوات. الأمر الرابع أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. من هذه يعني من هذا الشرط، دخلت قبيلة اسمها قبيلة خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
ودخلت قبيلة يقال لها قبيلة بكر أو بني بكر في عهد قريش. قبيلة بكر أغارت على قبيلة خزاعة فقتلوا منهم أناس، وذلك بإعانة قريش لهم بالسلاح والجيش. معنى الهدف الثاني، افتح الكتاب صفحة 147، أي يوضح الطالب سبب فتح مكة. ما هو سبب فتح مكة؟ نقول سبب فتح مكة كان من بنود صلح الحديبية تخيير القبائل بين الدخول في حلف محمد صلى الله عليه وسلم وبين الدخول في حلف قريش، وقد دخلت قبيلة بكر في حلف قريش ودخلت قبيلة خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا وفي السنة الثامنة من الهجرة استغلت قبيلة بكر هدنة صلح الحديبية واعتدوا على خزاعة فقتلوا منهم عددا من الرجال، وساندتهم قريش في اعتدائهم على خزاعة وأمدتهم بالسلاح والرجال. وهذا هو السبب الرئيسي لفتح مكة، أن استغلت قبيلة بكر هدنة الصلح وقوف الحرب 10 سنوات واعتدوا على قبيلة خزاعة فقتلوا منهم عددا من الرجال، وساندتهم قريش في اعتدائهم على خزاعة وأمدتهم بالسلاح والرجال. أما بعد ذلك فأرسل بنو خزاعة عمرو بن سالم الخزاعي، وهذا الرجل هو سيد بني خزاعة، إلى المدينة المنورة ينتصرون النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلبون النصر من النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وحليفتها بنو بكر. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وقال لعمرو: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. ومتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة؟ عندما جاءه عمرو بن سالم الخزاعي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم المساعدة والمساندة ضد قبيلة بكر التي أعانتها قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، أي وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على نفسه عهد أن ينصر من كان في حلف أو ينصر المظلوم. معنى في فقرة فكر وأربط، وأوفوا بعهد الله إن العهد كان مسؤولا. أوضح كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من خلال سبب فتح مكة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد عمرو بن سالم بالنصر فقال: نصرت يا عمرو بن سالم، وذلك لأن قبيلة خزاعة كانت في حلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مصداقا لقول الله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. معنا في أنظم تعلمي، فتح مكة كان في السنة، كان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. سبب فتح مكة كان في وكان في السنة الثامنة من الهجرة، استغلت قبيلة بكر هدنة الصلح الحديبية واعتدوا على قبيلة خزاعة فقتلوا منهم عددا من الرجال، وساندتهم قريش في اعتدائهم على خزاعة وأمدتهم بالسلاح والرجال. وهذا هو السبب الرئيسي أو السبب الأساسي لفتح مكة. معنى التقويم، أذكر السبب المباشر لفتح مكة. كما قلنا في السنة الثامنة للهجرة استغلت قبيلة بكر هدنة صلح الحديبية واعتدوا على خزاعة فقتلوا منهم عددا من الرجال، وساندتهم قريش في اعتدائهم على خزاعة وأمدتهم بالسلاح والرجال. ومعنى الهدف الثالث، أن يبين الطالب ندم قريش على نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن قريش أحست بالخطأ والندم فأرادوا مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلت قريش؟ ندم قريش على نقض العهد كان اشتراك قريش في القتال ضد خزاعة نقضا واضحا لشروط الصلح مع المسلمين، وقد ندمت قريش على ما قامت به وأدركت خطورة ما فعلته،
فخرج أبو سفيان إلى المدينة يحاول إصلاح الأمور وتثبيت العقد مع المسلمين، وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد أشدد العقد وزدنا في المدة. يعني من قائل هذه العبارة؟ يا محمد أشدد العقد وزدنا في المدة. القائل لهذه العبارة هو أبو سفيان عندما أرسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ليثبت العقد أو لتثبيت العقد مع النبي، وقال له: يا محمد أشدد العقد وزدنا في المدة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجب إلى طلبه، فلجأ أبو سفيان إلى كبار الصحابة يرجو شفاعتهم، لكنهم رفضوا الاستماع إليه، فعاد إلى مكة خائبا وخائفا يترقب. يبقى قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أشدد العقد وزدنا في المدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض طلب أبو سفيان، ورجع أبو سفيان إلى مكة خائبا وخائفا يترقب ماذا يفعل محمد صلى الله عليه وسلم. معنى في التقويم: من قائل هذه العبارة؟ يا محمد أشدد العقد وزدنا في المدة. أبو سفيان، عمرو بن سالم، خالد بن الوليد، العباس بن عبد المطلب. سمعت من يقول أبو سفيان، أحسن، بارك الله فيك. معنى الختام، وبهذا انتهى درسنا اليوم، على أمل اللقاء بكم من جديد في شرح جديد لاستكمال دروس مادة التربية الإسلامية. كما أرجو من طلاب الأعزاء الاهتمام بالفيديوهات سماعا والاختبارات الإلكترونية المرسلة إليكم بالتفاعل والإجابة عليها، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.